الحمد لله الجماهير هذا خلانا باش نحبوا هذا الفريق هذا لانه جمهور عالمي من الصغر ديالي وانا في فريق الرجاء البيضاوي الا هو كيكون سند ديالك هذا الجمهور هذا تلعب قدامه ولا كتشدك تبوريشه تتمنى ان شاء الله دائما يبقى فرحان وهذا الجيل هذا اللي جاي ان شاء الله يحقق لي القاب كما احنا حققنا القاب مع الفريق ولا الجيل اللي قبل منا حققوا القاب خلاو سمية كبيرة لهذا الفريق هذا الإحساس ديالي ما كيتوصفش لأنني غنغادر البيت ديالي اللي هو فريق الرجاء البيضاوي تنتمنى لي دائما مسيرة موفقة إن شاء الله رسالة للجماهير هي ديما الجمهور يبقى في القلب ديالي وما غنساش.